بروبرتيز انه يكون معها اقواس بعدها. والاقواس هذه تحتوي على ارجومنتس او ممكن ما تحتويش على ارجومنتس. زي مثلا هنا الدوكيمنت دوت رايت في قوسين بعد الرايت، لان الرايت هي عباره عن ميثود. هنا تو ابر كيس في معها اقواس، لكن هذه ما عندهاش ارجومنتس الميثود، ما عندهاش بارامترز. لانه تاخذ البارامتر تبعها من السترينج اللي استدعاها. Which method do you recognize here? قصده هذه. Method to other case. Built-in methods are موجودة ضمن جافا سكريبت. ايش هي؟ هذه الانواع اللي هي معروفة مسبقا تعتبر methods. مثل مثلا الاري. الاري بيلت ان تعتبر تعتبر اوبجكت معرف مسبقا جافا سكريبت اوبجكت بيلت ان ماث اوبجكت. لما نستدعي اي فانكشن ضمن الماث نقول ماث دوت، نقول الاري دوت ديت اوبجكت برضه دوت ديت تاريخ بوليان اوبجكت اللي بي يعني زيرو يس 0 or 1, true or false. Number objects represent numerical date, either integers or floating points number. وغيره. Built in طبعا يطلق عليه احيانا native objects. Are accessible, yes, accessible anywhere in your program and will work the same way in any browser running in any operating system. Built in, standard. يعني المعاملات مع اللغة وبالتالي ستاندرد. built in string object examples. هنا قال أمثلة عن string. string object uses the length property of the string object to find the length of string. هذا المثال اللي جبناه قبل شوية. عرف هنا string txt حط فيه عبارة وحسب كم الطول document.write text دوت length بيعرض لي على الصفحة كم طول التكست هذا. نص uses two upper case هذا اللي شفناه قبل شوية بيعمل تحويل كابيتال للأحرف هذه كلها تبع التكست إلى كابيتال ليتر upper case. اوكي مكتوب هذا نستفيد منه في حال نحن على نشرة مثلا الإدخال الحق للاسم كم السنتكس كم طول كم العرض نعمل هذا شو نتفحص فيه حسب طول التكست او الافيلبل سبيس بيكون المسموح المسموح ادخال كم كاركترز. هذا مثال عن الديت اوبجكت ديت هو التاريخ. سكريبت تايب تكست جافا سكريبت طبعا سكريبت هنا بيعرف تايب او نوع السكريبت او جافا سكريبت. Variable dt عبارة عن الديت بعدين document to try date and time plus dt هنا بيعرض لي ايش؟ dt اللي هو التاريخ كاملة ديت. لما نتعامل مع ديت يفضل ان ناخذ الديت والتايم والكلاينت ولا لسه لا؟ لما نتعامل مع صفحة كيف عايش؟ لانه انت في مكانك في بلادك طبعا لانه انت ممكن تتعامل مع السيرفر اللي في امريكا وانت هنا الفرق في التوقيت الزمني كبير وبالتالي التايم اللي يؤخذ او يعرض لك او تتعامل معه هو التايم تبع ماشين ليرنينج بس هناك مثلا تقول لك انه الساعه متاحه لك انك تقدم الى الساعه كذا في يوم كذا فلما انا على توقيتهم بالتالي لما اسوي الابلكيشن تعمل حساب تعمل حساب حسابي انه بيكون فرق التوقيت يكتبوا لك نوع التوقيت جي ام تي مثلا ولا مش عارف ايش. لكن انت لما يعني تبني تطبيق وتشتغل على تطبيق من كلاينت تتعامل بتوقيتك انت.
لكن اعمل حساب انه التوقيت عندهم مختلف. مختلف. اه بحسب كم الفارق. بس انا بالحاله دي معناه لو بستضيف الموقع لازم عندي كل الشهادات. استضيف ايش؟ ما عندي موقع حتى اكتب الاستضافه لداخل الويب سايت مالي. اعمل حساب انه كل سيرفر بحطه كم بيكون التواريخ وقام الوقت بعدين على اساسه. مهتم ليش؟ ايش الفرق يعني؟ ايش اللي بيأثر؟ انا مثلا المركز التقديم بينتهي الساعة 3 تقديم الوكيل تقديم الابلكيشن فور اوكي 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 انا كيوزر عادي دخلت من الويب سويت دخلت على الاونلاين ادميشن نزل لي الابلكيشن بدات اعبي الاسم لما اسوي سبميت ارسل للسيرفر بعد التوقيت ما بين السيرفر ما بين عندي مختلف مثلا بساعتين بالتالي مخزون الداتابيس توقيته ما يقبلش اصلا طلبه على توقيته لانه يكتبه على الستاندرد توقيت الستاندرد يقول لك مثلا تنتهي تقديم الطلب بتاريخ كذا الساعه كذا بتوقيت كذا اوكي طيب هم الان انت لما تفتح جهازك بتوقيتك انت ايوه لازم تعمل حسابك توقيته تعملوش بشكل اوتوماتيكي كويب ديزاينر الان مشكلته بيكون انه كل ما رفع لي موقع جديد مثلا لازم يعدل بعض الشغلات انه عشان ما يعطوني انا اللي اعطيك لو ديزاينر لا ديزاينر انت بتقدم على ايش؟ في منح تركيا ولا طيب. بعد منح اللي ما اخر موعد كذا ايوه يعني انا ما بفتهمش ايش علاقه التصميم الموقع بالموضوع لا هو قصد التوقيت بس نقول لك التوقيت نظام 24 ساعه لك حطهم السيرفر يعني التوقيت حقهم مش حقهم توقيت البروسيس لكن البروجرامينج ايش علاقته بالامر الان؟ او الرفع او الهوستنج شان الهوستنج انك انت يعني لما تحط السيرفر تبع المركز تحطه مثلا في امريكا اها والمره الثانيه حصل مشكله حولوه لدوله اخرى في فارق زمني بين الدولتين هذه وبالتالي السيرفر اللي هنا والسيرفر هنا بيكون فيه مختلف انا كديزاينر مش بيكون في مشكلة لا بالتوقيت حقي لأن أنا كنت معتمد السابق ولا خلوا يأخذ هناك الدايت من عنده وزي كيف ما كان يعني. حسب التوقيت اللي في المكان اللي هو محطوط فيه هم ما لأنه يأخذون بشكل تلقائي من الاتصال بشكل الإنترنت مجرد اتصال بالإنترنت يأخذ التوقيت بشكل تلقائي المثال الثاني term the day of the week for the specified date according to local time يرجع اليوم من الأسبوع يعني استخدمت أول حاجة DT عبارة عن new date يعني نسخة من الأوبجكت هذا حطيت القيم تبعه ديسمبر 25 1995 بالتوقيت هذا document.write get day dt.getDay dt هو object تمام dt هو عبارة عن ايش؟ object لكن احنا بناخذ بنستخدم الميثود اللي اسمها getDay getDay يعني جيب لي يوم من الويك اللي اليوم هذا موجود فيه يعني انه اليوم هذا ترتيبه كم؟ اوكي اللي تاريخ اللي تاريخه كده ترتيبه كم تمام ايش السبت ايوه فبيجيبوا على انه ايش 1 1 يعني اول يوم في الاسبوع الاثنين عندهم بالنسبه اوكي